السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم ان شاء الله غدا نشترك معكم فطيرة مالحة بالخميرة البلدية وبالدقيق الكامل يعني كيف ما طلبتوا مني نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتفضلوا باش تشوفوا معي تفاصيل الوصفة اول حاجه غنقوم بها هي غدا نغربل الدقيق يعني غدا ناخذ الدقيق الكامل غدا نزول غير أم... النخاله الغليظه كيف ما كتشوفوا معايا كتبقى النخاله رقيقه يعني انا اليوم استعملت الدقيق الكامل دقيق القمح الكامل يعني استعملت نصف كيلو وغدا نستعمل ثلاثه ديال المعالق كبار ديال الخميره البلديه أه ما نستعمل بزاف لان كيف شفتوا في الفيديوهات السابقه انا كنستعمل كميه كبيره من الخميره البلديه وهي اللي كتجعل ان الخبز ديالي كيجي زوين أه هنا اليوم انا استعملت الدقيق ديال المغرب ان شاء الله غدا نشارك معكم وصفات اخرى من بالخميره البلديه يعني كيف ما طلبتوا مني ان شاء الله كيف شفتوا انا استعملت هاد الملعقه خشبيه انا استعملت ثلاثه المعالق يعني كبارين عامرين او كتستعملوا كاس كبير اللي كنشربوا فيه الماء ديال الخميره البلديه في 500 غرام ديال الدقيق يعني كنستعملوا اقل من الخبز صافي كنضيف هاد الدقيق ديالي اللي هنا ضفت ملعقه ديال الملح عاده ما كنضيفش الملح آه يعني حتى كنعجن ولكن هذه بما اننا ما بغيناهاش تخمر بزاف باش ما تشتتش لينا الفطيره آه كنضيف الملح دابا ماشي مشكل غادي نضيف المكونات كلها هنا غادي نستم العجينه وكتبقى اختياريه هاد المرحله هذه ها يعني ممكن ما تستعملوش هذه المكونات كلها انا ضفت هنا ملعقه ديال الكركم شويه ديال فلفله حاره ولكن ما تخافوش انا ما جاتش حاره بالمره لان هاد الفطيره هادي غدا نوجدها لواحد الكوتي هنا ملعقه صغيره ديال القزبر الناش اليابس هنا ضفت فص من الثوم كنحكو حتى هو يعني حتى هو ممكن نستغناو عليه غدا نعجن ب 30 سنتيلتر ديال الماء اللي هو 300 ملل ديال الماء صافي كنعجن هاد العجينه ولا كتبقاو تضيفوا الماء يعني ماشي ضروري تعبرو على حسب يعني النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم كتبقاو تضيفوا غير بشويه بشويه حتى لعجنتو بيديكم كتضيفوا غير بشويه بشويه حتى كت يعني حتى كتجمع لينا العجينه لان هاد العجينه هادي ما بغيناش تكون مرخوفه بزاف يعني بغيناها تكون قابطه في راسها باش تجينا سهله في العجينه منين بغيو نسرحوا العجين يعني باش نشكلو الفطيرة من بعد كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما العجانة عجنات هاد الخبزة هادي يعني غدا العجين غدا نضيف ليه دابا زيت الزيتون زيت الزيتون الدور ديالو هو غدا يرطب لنا العجين يعني هاد المكونات هادي بحالها بحال المكونات ديال البيتزا غير هي البيتزا انا العجينة كرخفها بزاف هنا ما رخفتهاش هنا ضفت هذه المعلقه صغيره ديال العسل عاده كنضيفها في الاول انا غير نسيتها هنا داكشي باش حتى الاخر تفكرتها وانا نضيفها غير باش تحمر لينا ديك الفطيره وتجي اللون ديالها جميل يعني في الاخير كنحاول نسرع يعني الروبو يعني العجين العجانه باش كت يعني العجينه كت تولي رطبه هنا هاد لاستيس هادي يعني ولا هاد الفكره هادي غير باش آه العجينه كتخمر ليا كناخذ الماء طيب كنضيفه في واحد الاناء وكنحط عليه العجينه باش غتوجد ليا من هنا لساعه كيف ما شفتوا معايا غطيتها غير بالطبسيل هكذا لان يعني عارفه ما غاديش تخمر بزاف أه هنا كناخد الخضر اللي كانت عندي في الثلاجة يعني ذاك الشيء اللي كان عندي كانوا عندي جوج ديال الحبات ديال القرعة وحبة فلفل أصفر حب فلفل أحمر فلفل أخضر غسلتهم وقطعتهم وشعلت الفران يعني سخنته درجة ديال الحرارة دياله 220 ولا 240 يعني أعلى درجة عندكم وكندخل هاد الخضرة هادي شواء في الفرن باش كيجي كي المذاق ديالها لديد وما كتجيناش أه فيها الماء من بعد ما شويه الخضر قطعتها عشوائيا بحال هكا ولا بغيتو تطحنوها ممكن تطحنوها يعني شي مرات كنطحن كن هاد الخضر يعني كتستعملوا الخضر اللي عندكم لو بغيتو تضيفو حتى خيزو ممكن هنا التوابل اللي ضفت هي الملح والكمون وهنا فصوص ثلاثه ديال الفصوص ديال الثوم باش كتنسم لينا مزيان هاد الحشوه هذه وشويه ديال الحار يعني كتشبه الغطا توي هاد, هاد هاد الحشوه هادي ومعلقه ديال بابريكا او التحميرة هنا ملعقتين كبار ديال هادي كتبقى غير اختياريه انا اللي ضفتها ديال القرعه زرعه القرعه وشويه ديال زيت الزيتون هنا شويه ديال لو يعني شويه ديال الزعتره عندي طريه هي اللي غادي نستن بها ولا عندكم الزعتر ممكن تعوضوه بالزعتره او الازير حتى هو كيجي كي ولكن يقطعوا طريفات صغار من بعد ما مرت ساعة يعني باش خمرت ليا هدا العجينة كيف ما شفتوا معي كتخمر غير شي شوية ما كان تخمر بزاف صافي شوفوا العجينة كيفاش ولات يعني ولات رطبة غنشكل كيف ما شفتوا معايا كويرات وباش زوينا الدقيق الكامل يعني الدقيق ديال القمح ما كان نخليوه يرتاح بزاف دغيا كتطلق لينا العجينة كنسرحوها هكذا يعني ماشي ضروري تكون رقيقه بزاف مهم انا رققتها واحد شويه ماشي بزاف صافي دابا كيف ما شفتوا معايا غدا نرشها بالسميده اللي كنت شاركت معكم فاش حضرت الكسكس يعني سميدة اللي كتكون محمره هنا كنغربل فيها كناخذ غير شي شويه غير كنرشها غير شويه ماشي بزاف صافي وكنلفها على شكل مسمنه يعني ما رققتش العجينه بحال الرغايف لان بغيتها تجي رطبه ومفشفشه يعني كيف ما كنقولوا هاد هاد الفطيره هادي وانتم الا بغيتو ترقوها بزاف يعني ممكن ترقوها يعني كيبقى هادشي على حسب الذوق ديالكم هاد النوع من الفطائر كيف ما شفتوا معايا لففتها على شكل مسمنه هاد النوع من الفطائر كيبغي بزاف يعني الحشوه تكون كثيره باش كيجي لذيذ بزاف انا اليوم هاد المره هادي الحشوه كانت قليله لانني استعملت يعني كان اخر الاسبوع استعملت داكشي اللي كان عندي في الثلاجه غدا نشارك معكم ان شاء الله واحد الكوتي يعني آه بالتفاصيل في الفيديو آه القادم مع نشوف الا جا طويل بزاف نقدر نقطعو نقدر نقسمو كيف ما شفتو معايا غدا نضيف هنايا هاد يعني هاد الخضر اللي كيف قلت لكم الا ما عجباتكمش هكذا ممكن تطحنوها يعني شي مرات كنطحنها راني فايته مشاركه معكم واحد المسمن اللي كنت حضرته بالفلافل بالانواع وكنت طحنت الفلافل بالانواع اليوم زدت عليه غير ديك القرعه الفل... آه... صافي لان انا فاش كنتقدى يعني كنحاول يعني كنخوي الفريكو كامل كنغسلو عاد كنمشي نتقدى الا كانت بقى عندي غي يعني حبه طماطم في الثلاجه ما كان كنبغي ندير هكذا يعني كنبغي كنحاول ما امكن انني يعني نحضر بدك اللي كاين يعني ملي كيسالي كي الاسبوع كانت قطعة مرة في الأسبوع وفي الأخير كانت خلص من جميع الخضر اللي عندي في الثلاجة صافي كيف ما كتشوفوا معايا غدا نقطعها هو الفيديو يعني شارح نفسه نقطعها هكذا على شكل مسمن بحال الطريقه اللي كنت تشاركت معكم ديال المسمن من قبل صافي كننزل هاد هاد ال القطع ديال العجين من بعد ما غنعمر يعني هاد المول ديالي كامل بالعجينه كندهنها بشويه ديال البيض صافي دابا ها هي دابا خمرات يعني كندهنها مزيان كيف ما كتشوفوا معايا بالصفر بيضه نكونوا يعني ضفنا فيه واحد قطيره ديال الخل باش ما باش ما تجيناش الزفوريه ديال البيض انا كنكره هذيك الزفوريه ديال البيض كنحاول ما امكن انني نقضي عليها ملي نكون كنحضر شي وصفه هنا كيف ما كتشوفوا معايا بعد مرور ساعه خمرات ليا العجينه خمرات هكذا يعني الا بغيتو تخليوها تخمر اكثر انا صافي غير هكا يعني كافيه ما بغيتهاش تخمر بزاف كندخلها الفرن الساخن درجه ديال الحراره ديالو 220 صافي ها هي وجدات ليا الفطيره كيف ما كتشوفوا معايا كتجي على هذا الشكل نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم جات بالزاف بزاف ورطيطه والى فيديو قادم ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم